سعادة كبيرة تغمرني بحضور معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور. هو يرى خريطة الجامعات المصرية رؤية مدققة ومعمقة، وعدد المرات التي شرفنا فيها تعكس مكان جامعة القاهرة عند الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور. أنا سعيد جدا أنه لبى دعوتنا بالالتقاء بالسادة أعضاء مجلس جامعة القاهرة. أنا مرحب بحضراتكم، بشكركم جدا على الدعوة الكريمة دي، أن أنا أكون معاكم النهاردة مع مجلس عمداء ومجلس جامعة القاهرة. ده شرف لي أن أنا أكون مع حضراتكم الأساتذة الأفاضل العظماء اللي هم الحقيقة أسعد بلقائهم دايما. فأنا بشكركم على الدعوة أن أنا النهاردة أكون مع حضراتكم الحقيقة، وقبول دعوة دكتور محمد بيه الحقيقة، اللي هو خلال فترة رئاسته الحقيقة العديد من الإنجازات كلنا شايفينها وبنشكره عليها وبندعمه أن هو إن شاء الله يستمر في تحقيق هذه الإنجازات. أحد الإنجازات هو المعهد اللي وصلنا، المعهد القومي للأورام الجديد. والمستشفيات الجامعية خلي بالكم يا جماعة ليها دور قوي جدا، يعني أنا لما أمسك كده جامعة القاهرة بتخض من حجم المستشفيات والمراكز البحثية والحقيقة القصر العيني، المدرسة العتيقة، الصرح العظيم، القصر العيني وغيرها، معهد القومي للأورام. ويعني أنا كل بسم الله ما شاء الله تاتش وود يعني، واللي بنضيفه لنا النهاردة في جامعة القاهرة ده أضافة الحقيقة هتبقى للتعليم وللتدريب والبحث العلمي وفي الآخر خدمة المواطن المصري. احنا في عندنا على فكرة دعم من الدولة غير مسبوق عشان نبقى عارفين، والقيادة السياسية لهذا المشروع وغيره من المشروعات اللي بتخدم المواطن المصري. المشروع ده عشان نبقى عارفين مطلوب افتتاحه وعمله في أسرع وقت ممكن. اسمحوا لي باسم مجلس جامعة القاهرة ان احنا نهدي درع جامعة القاهرة للأستاذ الدكتور أيمن عاشور.